على الانتيروباثيك ارثرايتس فور 15 مينتس. صباح الخير، النهارده المحاضره بتاعتنا ان شاء الله عن الانتيروباثيك ارثرايتس هاو تو نو. الاجنده بتاعتنا النهارده هتتكلم عن الديفينيشن والايتيولوجي كلينيكال مانيفيستيشنز والدياجنوزس والتريتمنت اوف انتيروباثيك ارثرايتس. جنرالي سبيكينج ان الانتيروباثيك ارثرايتس هي الارثرايتس الاسوشيتد ويز كرونيك اي بي دي، لكن بعض الليتريتشر بتقول ان الانتيروباثيك ارثرايتس ممكن تشمل كمان الارثرايتس اسوشيتد ويز ويبل ديزيز، سيلياك ديزيز، حتى following intestinal bypass surgery for morbid obesity. طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان الانتيروباثيك ارثرايتس هي تعتبر جزء من السبوندلو ارثروباثي اللي بتشمل الانكلوزنج والسورياتيك ارثرايتس والرياكتيف ارثرايتس. طيب الايتيولوجي ان بريف هو كاي حاجه اوتو اميون ديزيز بيبقى حاجه جينيتك وحاجه انفايرومنتال، موستلي دي كلها بتبقى سيرس ال HLA-B27 اسوشيشن. لو ما بيحصل في الاي بي دي ديسبايوزس وفي يحصل ديسربشن للجت ميوكوزال بارير، يحصل بكتيريا ترانسلوكيشن، ده بيتريجر الانفلاماتوري سيجنال باث واي زي ال IL-23 والتي هيلبر 17 سيلز. عشان كده احنا دايما في الاي بي دي ممكن نستخدم ال IL-12-23 انهبيتورز. طيب ايه الكلينيكال مانيفيستيشنز بتاعتنا؟ والله الاسسمنت اوف سبا انترناشونال سوسايتي كلاسيفيكيشن الاسس كلاسيفيكيشن قسمت لنا الكلينيكال مانيفيستيشن انتو اكزيا سواء ساكريوليتيس ويز او ويزاوت سبونديلايتيس، بريفرال ارثرايتس، كومبايند اكزيال اند بريفرال ارثرايتس، وزيها زي اي سبا ممكن يحصل انسيسيايتيس. الانسيسيس هي مكان الانسرشن بتاع التندون والليجمنت في الجوينت والبون، بيحصل فيه انفلاميشن وده ميجور كرايتيريا للسبا. ممكن داكتيلايتس يعني انفلاميشن في الفينجر. طيب ايه الكلينيكال مانيفيستيشن؟ عندنا ارتكيولار مانيفيستيشن، لقينا ان هي ممكن تبدا قبل المانيفيستيشن بتاعت الاي بي دي او سينكلر سويس، او ممكن تبدا بعد الدياجنوز باي بي دي ايفن باي ييرز، ممكن لغايه بعد ظهور الاي بي دي ب 10 سنين. السيمبتومز جنرالي بصفه عامه مش سينكرونس ويز الباول اكتيفيتي واندبندنت اوف اكسسبيشن اوف جي اي تي انفلاميشن. طيب اول حاجه البريفرال ارثرايتس، البريفرال ارثرايتس دي انفلاماتوري سيرو نيجاتيف روماتويد فاكتور نيجاتيف نون ديفورمينج نون ايروسيف انفولف لارج ويت بيرنج جوينتس اوف لوور ليمب ني والانكل والميتارسوفالنجيال جوينتس، جنرالي اكيوت ان اونست وبيك وذن 48 اورز في الميلز اكتر من الفيميلز في الايج من 25 ل 45 سنه. هي مور كومن في الكولونيك زانزوس ويز سمول باول ديزيز، هي مور كومن في الكرونز عن الالسر اوف كولايتس، ولو جت في الالسر اوف كولايتس تبقى مور كومن ويز بانكولايتس ذان ايزوليتد ليفت سايد ديزيز. البريفرال ارثرايتس قسمها الاساس لتايب 1 وتايب 2. التايب 1 ده اوليجو ارتكيولار، اوليجو ارتكيولار يعني اقل من 5 جوينتس، بتبقى اسيمتريكال اوليجو ارثرايتس اكيوت، دايما مش دايما بتبقى اسوشيتد ويز اي بي دي اكتيفيتي، ومش بيبقى معاه اكسسربيشن للارثرايتس، حاجه بتبقى سيلف ليميتد مور كومن في اللور ليب. في تايب 2 بتبقى بولي ارتكيولر، بتبقى سيمتريكال كرونيك، ممكن يخش العيان في ريميشن واكسسربيشنز كذا مره، مور كومن في الابر ليب. بعد كده الاكسيال افكشن زي اي سبا، البريفالنس بتاعنا في الاكسيال افكشن في الاي بي دي من 5 ل 12%، مور بريفالنت في الميلز ذان في ميلز 3 ل 1، ومور كومن في الكرونز ديزيز ذان ألسترف كولايتس، وكان بريسيد ذا اونست اوف انترايتس باي ميني ييرز. كتير قوي نلاقي عيان جاي باكسيال سبا مش عارف يعني وعادي خالص ما عندوش دايريه مش بتشكي من اي حاجه، وياخد حاجه تسيميوليت الاي بي دي بعديها باربع خمس شهور سنه، فجاه تلاقي العيان دخل في دايريه وفيفر ومال ابزوربشن وانيميا. فلازم ناخد بالنا ان هو مش دايما العيان بيبقى كلاسيك جاي باي بي دي ويخش في ارثرايتس. عادي كاي اكسيال افكشن العيان بيبقى جاي بلور باك بين انفلاماتوري مور ان ذا مورنينج، بيزيد بالكحه والعطس ويرتاح بالراحه، ودايما هو في الميدل ايج اقل من 45 سنه، هو كرونيك انفلاماتوري ديزيز بيقعد اكتر من 3 شهور. طيب احنا بندياجنوز العيان ده كلينيكال، عيان جاي بانفلاماتوري باك بين في عيان اي بي دي. الجولد ستاندرد بتاعنا طبعا الساكرويليايتس اللي بنشوفها في الام ار اي. هل اللابوراتوري فايندنج هنا بتفيدنا؟ قد لا تفيد اللابوراتوري فايندنج، لان العيانين دول لو كان عندهم اكتف اي بي دي السي بي سي والاي اس ار والسي ار بي نفسهم هيبقوا عاليين، التي ال سي يعني الليكوسايتوزس هاي اس ار هاي سي ار بي هاي انفلاماتوري ماركرز، ده هيبقى ريفلكتنج الانتستينال اكتيفيتي، لكن احنا ممكن نعتمد عليهم لو العيان ده كويسنت اي بي دي، فساعتها الاي اس ار والسي ار بي ساعتها ممكن يرفلكت الاكتيفيتي بتاعه الارثرايتس.
ال HLA-B27 هي في عينين الانكيلوزنج سبوندولايتس اكتر من 90%، لكن هنا اقل ممكن من 30 ل 70%، فعشان كده هي مش دايجنوستيك ماركر لينا في الانتيروباثيك ارثرايتس. ساعات العينين دول بتوع الاي بي دي بيبقى عندهم المونو عندهم سيبتيك ارثرايتس، وده بيلخبطنا مع الانتيروباثيك ارثرايتس، فعشان كده لو عيان جايب مونو ارثرايتس وجايب افيوجن ساعات بنحب نسحبها ترول اوت سيبتيك ارثرايتس. الراديولوجيكال فايندينجز ساعات بنستخدم البلين اكس راي في الاكسيا اللي يبان فيها الساكرو إليايتس، ممكن سيندسموفايتس، ممكن البامبوس باين، بس ده بيبقى فيري رير. زي الاكس راي دي هنلاقي الليد بايب ابييرنس بتاع الاي بي دي، وهتلاقي فيه ساكرو إليايتس، ساكرو إليا جوينت بدا يبقى فيوزد وانكلوزد. في البريفرال ارثرايتس بيبقى نان ايروسيف نان ديفورمينج، نلاقي ممكن شويه سوفت تيشو سويلنج، شوكسر ارتيكولار اوستيوبينيا، مايلد بري اوستيايتس، ويوجوالي وذاوت ايروجنز ولا ديستراكشن. الام ار اي طبعا هي الجولد ستاندرد بتاعتنا في الساكرو إليايتس، والالتراسونوجرافي في البريفرال جوينتس ممكن تبين لنا ساينوفايتس، تينو ساينوفايتس، سوفت تيشو سويلنج. زي ما حضراتكم شايفين هنا في بون مارو قديمه حوالين الساكرو إلياك جوينت، وايروجنز ده الساكرو إليايتس زي ما بتظهر كلاسيكالي في عينين الاصبعه. طيب هنعالج العين ده ازاي؟ في عندنا كذا ايشو. اولا النون ستيرويدال هي الفيرست لاين اوف تريتمنت في عينين السبونديلو ارثروباثي. فالعيان ده عنده مشكله ان النون ستيرويدال دي بتفلير وتاكسسربيت الجي اي تي سيمتومز، فعشان كده لو استخدمنا بيفضل نستخدم الكوكس 2 انهيبيتورز. تاني حاجه عندنا الديمارت، كونفنشنال سينثيتك ديمارت زي السلفاسالازين والميثوتريكسيت والفلونامايد، دي بتستخدم اكتر في البريفرال مش في الاكسيال. دايما يا بندي نون ستيرويدال يا بندي بيولوجيك ديمارت. بيولوجيك ديمارت زي الانتي ان اف بتساعدنا في الاي بي دي، وبتساعدنا في الاصبع في الارثرايتس. الجينوس كاينيز انهبيتور جاك انهبيتور زي التوفا والاوبادا ساتنب. الاي ال 1223 انهبيتور زي الاستيكينوماب، دي بتضرب الاثنين، بتساعدنا في الاي بي دي وبتساعدنا في البريفرال ارثرايتس. بس في حاجات في الانتي ان اف ما ينفعش ناخدها، ما يفضلش، زي الايتنرسبت والكوليموماب. وجدوا ان الايتنرسبت والكوليموماب ما بيفيدوناش في الاي بي دي، بالعكس ممكن يظهروا الاي بي دي في العيانين. الاي ال 17 برضو مش بريفيربل في عيانين الانتيروباثيك ارثروباثي، لان هي ماي انديوس اكسسربيشن في الكرونز ديزيز، وممكن تظهر الكرونز ديزيز. يعني كان في كذا عيان ممكن تلاقيه جايب انتيروباثيك، جاي قصدي بسباب اكزيال افكشن، ساكرو إليايتس، بريفيرال ارثرايتس، نبدا نديله الكوزنتكس، يجي بعديها بشهرين ثلاثه جايب دياريه وفيفر وويت لوس، ويبدا اكسسربيت الكرونز ديزيز. طيب هل الاي بي دي بتأثر على الجوينتس بس بالانتيروباثيك ارثرايتس؟ لا، في اذر ويز. اول حاجه سيبتيك ارثرايتس، العينين دول بيبقى عندهم في بكتيريال ترانسلوكيشن، في ديسربشن للجاستريك ميوكوزا، وفي ديسبايوزس، فده ممكن يبقى يخلي العينين دول عرضه اكتر يخشوا في سيبتيك ارثرايتس، سواء جونوكوكال سواء نان جونوكوكال اوبورتونستيك انفيكشنز. عشان كده اي عيان يونست مونو ارثرايتس في الاي بي دي بيشنت شود بي كونسيدرد سيبتيك ارثرايتس until proved otherwise. تاني حاجة الاوستينوكروزس، الافاسكولار نكروزس، عينين الاي بي دي دول طول عمرهم عمالين ياخدوا ستيرويدز، فالستيرويدز نفسها ممكن تعمل افاسكولار نكروزس في الهيب والني والشولدر جوينت. الهايبرتروفيك اوستيوارثروباثي في عينين الاي بي دي خصوصا الكرونز، ده لونج ستاندنج انفلاماتوري ديزيز، فعرضه يخش في الهايبرتروفيك اوستيوارثروباثي. العينين دول عندهم اكسترا انتستاينال مانيفيستاشن، السكن ديزيز بتاعهم بيجي ممكن اريسيما نودوزا، فالاريسيما نودوزا لو حصلت بري ارتيكولار ممكن تلخبطني مع جوينت افكشن، يبقى عندها ريد هوت وتندر وانديوريتد سويلنج جاي حوالين الجوينت، فممكن يبقى صعب ان احنا يعني نفرقه بيننا وبين الارثرايتس، الا لو دخلنا حاولنا نعمل اسبيريشن مش هجيب حاجه. زي ما حضراتكم شايفين ممكن تحصل اريسيما نودوزا حوالين بري ارتيكولار، فساعتها تلخبطنا مع ارثرايتس. طيب هل في ديزيزز تانية ممكن في الجي اي تي ديزيزز ممكن تعمل جوينت افكشن؟ اه طبعا، الرياكتيف ارثرايتس، وبعض الناس بتعتبر ان الرياكتيف ارثرايتس ده بارت من الانتيروباثيك ارثرايتس. ده عيان بيجي بوست ديزنتريك، العيان ده جاله جاسترو انترايتس، جاله دايريه بالشيجيلا والسالمونيلا والكلام ده، بعديها باسبوع او اسبوعين يبدا يجي له اوليجو ارثرايتس في اللارج جوينتس بتاعت اللور ليمب، في الني، في الانكل، في الريست، ايفن ساكرو ايلياك. وبنفرقها طبعا بالستول اناليسيس وبالهيستوري عكس العيان الكرونيك اي بي دي. الويبل ديزيز طبعا من الامراض اللي بتلخبطنا مع الاي بي دي،
بيبقى معاه العيان مال ابزوربشن ووي دايريا وويت لوس، بيبقى معاه اسوشيتد برضو ارثرايتس، بيبقى معاه ني وانكل وريست فريكوينتلي افكتد سبونديلايتس والساكرو الياكس فيها انكومن عكس الانتيروباثيك ارثرايتس. وعشان كده العينين دول دايما بنحتاج نعمل سمول باول بايوبسي عشان ندفرنشيت الويبل من الاي بي دي. البيشت سندروم، بيشت سندروم الانتيروباثيك الجي اي تي بيشت ديزيز بيلخبطنا كتير جدا مع الاي بي دي. عيان جاي بنفس المانيفستيشن بتاعت الاي بي دي والمنظار يخش يشوف نفس الالسريشن شبه بتاعت الاي بي دي ويطلع في الاخر بيشت، نيجي ناخد هيستوري نلاقي عنده اورال ألسرز وجينيتال ألسرز، بيبقى معاه طبعا اوليجو ارثرايتس في الجوينتس، فده ممكن من الحاجات اللي معاها جوينت ديزيز وتلخبطنا مع الاي بي دي اسوشيتد ارثرايتس. سيلياك ديزيز طبعا ممكن يبقى معاه اسوشيتد ارثرايتس والتريتمنت بتاعه بيبقى جلوتين فري دايت. الانتستينال باي باس ارثرايتس نتيجه البكتيريال اوفر جروس ممكن يبقى معاها انفلاماتوري ارثرايتس، بيبقى معاها سكين مانيفيستيشنز. باراسيتيك انفكشن اوف ذا جات زي سترونجيلويدز والدنيا ساجيناتا والكاردياليميا، دي ممكن حاجات برضو بتعمل لنا some sort of reactive arthritis. طيب to take a home message، احنا امتى نشخص ان العيان ده enteropathic arthritis when to suspect؟ عندنا عيان IBD عادي، ده وده الاسهل، عيان IBD known و classic وماشي على treatment، بدأ يجيله joint pain, swelling, stiffness, inflammatory low back pain، ساعتها لازم ينور عندي النور الاحمر ان العيان ده ممكن يبقى enteropathic arthritis. وعلى العكس عيان عندنا ماشي فترة على انه spondylo arthritis، عنده joint pain sacroiliitis، فجأة بدأ يخش في الدايرية weight loss unexplained anemia، ساعتها احنا بنسسبكت الـ IBD ولازم نرفير للـ GIT. Thank you. طيب احنا بنشكر الدكتور محمد على المحاضرة القيمة دي، ودلوقتي على الأزر سايد دكتور هاجر العيساوي دي أستاذ مساعد جي اي تي عندنا، هتكلمنا على الدايريا اسوشيتد درماتولوجيكال ديس اوردرز. دكتور هاجر حقيقي من احسن حد، اكتر حد تعبان في التيم بتاع الاي بي دي عندنا، ربنا يكرمها ويجعله في ميزان حسناتها. شكرا جدا دكتورة أميرة على التقديم العظيمة. طيب on the other hand هنتكلم دلوقتي على الدايريا اللي ممكن تيجي في rheumatological condition، سواء كانت سببها مشكلة في ال rheumatological diseases نفسه أو association ما بينها، بس مش هتكلم كتير قوي عن association ما بين rheumatological diseases و gastrointestinal diseases، دكتور ماهر اتكلم عنها. طيب هو في الأول ال rheumatological disease هي disease في المجمل الباثوجينيسيس بتاعها بتأثر بـ environmental factor sharing this common pathogenesis مع الGIT. الGIT يعتبر الـ Installed Immune System plays essential role in human host resistance to bacterial virus or parasite، عشان كده لو حصل رغبات أو disregulation في الجي اي ممكن يعمل rheumatological manifestation they are sharing the common pathway. وإيفن الجاستروانترولوجيست لما بيجيله patient بالجي اي manifestation في معظم البيشنت لازم يأسس هو عنده rheumatological disease ولا لا، a need for referral to rheumatologist. Another common pathogenesis ما بين الجي اي وما بين الروماتيزم هو طبعا ال sharing in major history compatibility HLA سواء class 1 او class 2 في عيانين at least 50% of ankylosing spondylitis reactive arthritis writer syndrome ال IBD اللي معاه sacroiliitis has associated with HLA class 1 or class 2. طيب ايه ممكن الايتيولوجيز اللي يجي اللي يجيب دايريا في عيان عنده روماتولوجيكال كونديشن؟ طبعا اكتر حاجه انكريمينيتد هو الميديكيشنز نفسها، او حاجه او اكتر حاجه لازم نعملها اكسكلوجن في العيان الاولي الميديكيشن اللي ماشي عليها، او ممكن بعض ديزيزز في روماتيزم ممكن تعمل مال ابزوربشن سندروم او اسوشيشن اوف انفلاميشن سواء كان انفلاماتوري كونديشن من الروماتولوجيكال ديزيز او انفلاماتوري كونديشن اسوشيتد مع الروماتولوجيكال ديزيز. بعض الباثوجينيسيس في روماتولوجيكال ديزيز ممكن يعمل لي سيكريتري دايريا او ايفن ياثر على الموتاليتي. طيب في الاول واحنا بنعمل اسسمنت للدايريا في امبورتنت ديفينيشنز وي هاف تو كونسيدر في الاسسمنت اوف دايريا. الاكاديميك ديفينيشن للدايريا هي الانكريز في الستور فريكوانسي اكتر من 3 مرات في اليوم، يعني عاده الدايريا بتبقى اكامبانيد
مع الميتس يعني ممكن المايجراتوري ريفلكس مع في ناس طبيعتها ان هو مع كل وجبه بياكلها بيخش الحمام ذيس از ريجولر هابت بتاعته او بدا يحصل لوز كونسيستنسي فاحنا عندنا سواء حصل لوز كونسيستنسي او لخبطه في اليوجوال هابت بتاعت البيشن اقدر اقول ان العيان عنده دايريه ودايريه اوف كونسرن دي هي الكرونيك دايريه يعني دايريه عند العيان اكتر من 4 اسابيع طيب علشان نبقى مور بريسايز في الديفينيشن اوف دايريا بنعمل حاجه اسسمنت على سكيل اسمه بريستر ستول سكيل الاف كونسرن بتاعنا التايب 6 تايب 7 فورم يعني المفروض بنوري العيان التشارت دي نقول له يشاور على التايب اوف ستول اللي بيشتكي منه العيان طيب في حاجه مهمه جدا ساعات كتير العيان يجي يوصف الانكونتيننس اللي هو ستول ليكج على انه دايريه وي هاف تو ديفرنشيت ده العيان فعلا عنده دايريه ولا ده انكونتيننس وعلى النقيض في عيانين عندهم تينزمس والديفيكولتي في الديفيكيشن بيوصف ان عندهم كونستيبيشن سو الهيستوري تيكينج والاناليسيس اوف دايريا از فيري امبورتنت هنرجع تاني للكومن كوزز او الايتيولوجي اللي هتعمل لنا دايريه في ريماتولوجيكال ديزيز اول حاجه وي هاف تو اكسكلود الميديسن نفسه اللي ماشي عليه العيان يقدر يعمل لي هو الدايريه طبعا هي الموست كومن كوز اوف دايريه هو استخدام البروتون بامب انهيبيتور يمكن هي تستخدم في كل حاجه فعشان كده ما حطيتهاش بس في الـ في الـ في الـ في, الـ في الجدول هنا لكن النون ستيرويد الانتي انفلاماتوري دراج من ضمن الحاجات الكومن يوز في الريماتولوجيكال كونديشن هي بصراحه التراديشنال نون ستيرويد او ايفن كمان الكوكس ممكن يعمل لي انفلاميشن والسريشن في الجي اي كله يمكن كمان اللور جي اي سواء سمول انتست او لارج انتست ممكن يتاثر بالكوكس انهبيتور وممكن يعمل لي حاجه شبه الاسكيميك كولايتس انفكشوس كولايتس او دايفيرتيكولايتس وممكن كمان يوصل لستريكشن يعني هنا مثلا الصوره دي افسس السر اسوشيتد مع النون ستيرويدال والستريكشر ديز واللارج ألسريشن ده كان عيان دي كان كيس ريبورت من عيان ماشي على كوكس انهبيتور تاني حاجه انكريمينيتد هو المايكوفونيليت موفيتيل هو عاده بيعمل ووتري دايريا بس سام كيسز فيري ريد بس سام كيسز مي كام ويز بلادي دايريا وممكن كمان الانسط بتاع الدايريا ده يبقى لونج ستاندينج بعد ما العيان ماشي بقاله شهور او ايفن سنين على الام ام اف يبدا يشتكي من الدايريه وعاده بتيجي باي بي دي لايك يعني السريشن او جرافت فيرسس هوست ديزيز وبعض الكيسز ممكن تيجي بماكروسكوبيك كولايتس اللي هو الليمفوسيتيك كولايتس ده شكل عيان جاي بالسريشن وانفلاميشن كمان معاها سودو ممبرين كان ماشي على المايكروفونيليت الاومني سرتان يمكن الاربس والايس هو مش دايركت ميديكيشن طبعا للروماتولوجيكال ديزيز بس بيستخدمه كتير جدا في حالات اللوبس نفرايتس والكنترولنج بروتينيميا او الهايبرتنشن اللي بيبقى اسوشيتد مع روماتولوجيكال ديزيز الاومني سرتان يمكن هو اكتر واحد ممكن يعمل دايريه والدايريه بتاعته ممكن تبقى سيفير لدرجه ان ده داخل العيان في بريرينال فيلير بس ممكن اذر ايس اند اربس يعملوا نفس المشكله هو عاده بيجي بانتروباثيس برولايك لكن في بعض الحالات ممكن يجي برضو بمايكروسكوبيك كولايتس الليفلونامايد هو ممكن يعمل مايكروسكوبيك او ماكروسكوبيك كولايتس ذو رير ولازم اكون عامل اكسكلوجن كويس او الاذر ايتيولوجيست في دايريا بس هو ممكن يعمل في الاخر ووتر دايريا ولو ما نوقف الميديكيشن برضه ممكن الدنيا تتحسن وبرضه العنصر بتاع الدايريه مع الليفلونامايد ممكن تيكينج ييرز الانترلوكين 17 انهبيتور اوين نون كوز اوف كولايتس في البيشنت اللي عندهم سستابيليتي كمان للجي اي ديزيزز علشان طبعا انترلوكين 17 اتس فيري امبورتنت رول في الميكوزا انتجريتي وبيحافظ على او بيعمل تريجرنج للتي ريجيلاتري سيلز في الميكوزا سيلز يبقى ليه رول اجينست الانفلاميشن ورول اجينست الانفكشوس كولايتس فلما لها انهيبيشن سهل جدا ان العيان يجي له كولايتس وانفلاميشن طيب الانفلاماتري كونديشن يمكن البيست ديزيز زي ما دكتور ماهر اتكلم عليه هو هيعمل سمول فيسل ديزيز ويعمل الالسريشن اللي هي مين اللي بتبقى في الاليوسيكال فالف وبتبقى كمان تيبيكالي بتبقى الاثر فيها راوندد او اوفل واكبر من 1 سم
ورير جدا ان هو يأفكت الانر ريكتم الانر وريكتال اريا، لكن كمان ممكن يجي باللارج فيسل ديز وفاسكولايتس وباول اسكيميا. الفاسكولايتس بجميع انواعها ممكن تاثر طبعا على الجي اي زي بور ارترايتس نيدوزا، ممكن يعمل اسكيميك كولايتس، ممكن يعمل ابدونال بين وبلادي دايريا وميزنتريك اسكيميا، وممكن يبقى ديز ليميتد بس للميكوزا والسب ميكوزا، وممكن طبعا يبقى ترانس ميورال ويعمل بيرفوريشن اند هاد فيري بور بروجنوزس. الجرانيوليماتوزس والبولي انجيتس نفس الكلام، ممكن يعمل ميزنتريك اسكيميا بليدنج سب ميكوزال اديما باراليتيك ايليوس السريشن باول اوبستراكشن اند بيرفوريشن. وفي بعض الحالات بتبقى الجاسترونستاينال مانيفيستيشن بتسبق الريسبيراتوري او الرينال انفولفمنت. الايزونوفيريك جرانيوليماتوزس والبولي انجيتس برده 50% من الحالات بييجوا بالجي اي مانيفيستيشن. البيشنت في الاول ممكن يجي بنون سبيسيفيك سيمتوم زي ابدونال بين فوميتنج دايريا. السموت باغوت هي الكومنلي انفولفد اكتر، بعدها بيجي الاستومك وبعدها بيجي الكولون. الباثولوجيك فايندينج انكلود ألسر ميزنتريك بيرفوريشن اوبستراكشن باراليتيك ايليوس اند ايفن ايزينوفيليا واند جرانيوليماتوز موجوده في الهيستوباثولوجي. الاسبونتيلو ارثرايتس او الاسبا apart ان هي ممكن تبقى association مع الانفلاماتري باول ديزيز، الاسبا نفسها ممكن يبقى معها سب كلينيكال جات انفلاميشن. وما وجدوا ان في بعض العيانين لما بيعملوا لهم منظار حوالي من 30-60% من العيانين بيلاقوا عندهم جي اي انفلاميشن without evidence clinical manifestation، ولما بيتابعوا العيانين دول في خلال 5 أو 6 سنين ممكن يجي لهم overt inflammatory bowel او diarrhea. العلاقة أو الميكانيزم اللي بيخلي فيه جي اي manifestation أو diarrhea unexplained مع الاسبا not fully understood، بس مثلا in ankylosing spondylitis prevalence of gut inflammation was higher in patients عندهم peripheral arthritis مين من اللي ما عندهمش peripheral arthritis with chronic lesions on the gut histology were associated with more advanced radiological signs in sacroiliitis spondylitis and with more erosive and destructive peripheral articular disease لما يكون associated مع ال gut inflammation. With thirdly, upon follow-up the patient with SPA in whom a second ileoscope was performed, remission of joint inflammation was associated with a disappearance of gut inflammation, whereas persistence of inflammation of, in the locomotor system was mostly associated with persistence of gut inflammation, confirming the strong relationship between gut and joint inflammation. In microscopic colitis might be associated with many rheumatological conditions, and even may risk factors for some rheumatological condition ممكن تعمل لي microscopic colitis. أكتر حاجة presumed معنا rheumatoid arthritis والscleroderma. There are many reports that microscopic colitis in patients with psoriasis برضو ممكن يحصل معهم اللي ماشيين على الكوزنتكس يحصل معهم collagenous colitis. في rheumatoid arthritis coexisting with microscopic colitis has been described in the last 16 cases and at least 16 case report. These patients were all zero positive and exhibit classical synovitis often complicated by erosive disease. In all reports, rheumatoid arthritis presented prior to development of bowel disease and gut symptoms was independent of disease activity of rheumatoid arthritis. الـ associated condition الـ IBD طبعاً a well-known association مع الـ rheumatological disease ممكن يجي مع type 1 or type 2 arthritis. Type 1 بيبقى acute, asymmetric, oligoarticular, correlate with disease activity. Type 2 chronic, symmetrical, poor articular, independent of disease activity. ممكن طبعاً يجي مع الـ SPA, bioderma gangrenosa, يجي مع psoriasis. الأكثر involvement بيبقى تقريبا من 2-16% في البيشنت في IBD وأكثر مع الكرونز ديزيز. السيلياك ديزيز may be associated with arthritis in some patient. Articular involvement was preferred in 10%, الأكزيال 8% with compliant 9%. The arthritis is typically non-erosive and can be either oligoarthritis or polyarticular.
joint symptoms may precede gastrointestinal manifestation and response to gluten free diet. Well, association between rheumatoid arthritis with celiac disease has been recently received much attention. Reactive arthritis زي ما دكتور ماهر قال احنا تقريبا بتيجي مع الجت انفكشن او الباراسيتك انفستيشن بيبقى عيانين معظمهم عندهم HLA-B27 بوزيتيف بتظهر الاعراض من اسبوعين لثلاث اسابيع بعد الاوسط الدائرية. طيب الكونديشن اللي بتعمل مال ابزوربشن سيستميك لوبوس الجاسترونستانيال سيمتومز اكاونت من 25-40% بريزنت كلينيكال مانيفيستاشن في السيستميك لوبوس ات كان افكت ذا انتاير جي اي تراك هاويفر جي اي سيمتومز از ا سول بريزنتيشن في سيستميك لوبوس از فيري رير كرونيك دايريا سيستميك لوبوس كان بي سيكندري تو لوبوس انترايتس اللي هو لوبوس ميزنتريك فاسكولايتس او كولايتس او اسوسيشن زيلياك ديز ا بروتين لودينج انتروباثي او مال ابزوربشن. The exact pathogenesis of systemic lupus-related protein losing enterobity is still unclear. But في theory بتقول إن بيحصل ميكوزا ulceration و non-necrotizing mesenteric or intestinal blood vessel. Vasculitis increase in capillary permeability caused by intravascular activation and conversion of complement or cytokines. وبيحصل كمان lymphangiectasia. Scleroderma أو systemic sclerosis involve small and large bowel ويمكن هي أكتر حاجة في rheumatological disease ممكن تأفكت الريكتم والأنس ويعمل incontinence small intestine manifestation ممكن تعمل الhypomotility والhypomotility تعمل bacterial overgrowth والovergrowth هيعمل سايبو ويعمل malabsorption ودعرية. الجاجرين syndrome quarter one quarter of patient Sjögren syndrome بيجي معهم GI manifestation طبعا ال upper GI manifestation dysphagia gastritis motility disorder او ال hepatobancreaticobiliary symptoms وبيعمل pancreatic insufficiency وممكن تيجي كمان symptoms في ال lower GI بيعمل IPS abdominal pain diarrhea constipation و bloating. ممكن المال ابزوربشن في الجوجرين سندروم اسوشيتد مع البنكرياتيك انسفيشنسي وسام كيس ريبورت شايفه ان ان الاي بي دي ممكن يبقى اكسترا انستاين مانيفيستاشن الجوجرين سندروم سوري يبقى اسوشيشن مع الاي بي دي. طب هاو تو اوفاليفيت كيس اوف دايريا طبعا احنا الدايريا بنقسمها ووتري فاتي انفلاماتوري الووتري سيكريتوري ولا ازماتيك ولا فانكشنال الفاتي مال ابزوربشن مال دايجيشن بس اوفر اول احنا بنبدا دايما الهيستوري والاناليسيس اوف دايريا از فيري امبورتنت عشان نحدد اساسا بيشنت عنده دايريا ويتش اند ويتش تايب اوف دايريا والفيزيكال اكزامينشن والبريزيومد روماتولوجيكال اكزامينشن اللاب تيست هبدا بالسكريننج تيست الثايرويد فانكشن از فيري امبورتنت لان هي الموست كومن ثايرويدايتس يعمل لي جي اي تي مانيفيستاشن الستول اناليسيس ما ننساش نعمل البكتيريا لان الانفكشن انفكشوس كوزز اوف دايريا are the most common cause of diarrhea in anything with celiac serology. Okay. And in the end, we will do colonoscopy in any case of chronic diarrhea, especially bloody diarrhea. Thank you. بنشكر دكتورة هاجر for this elegant lecture وبندعو دكتورة تسنيم السيد مدرس مساعد في اسم الروماتيزم بعين شمس. صباح الخير. My guest today is a 35-year-old male patient born in Alex, lives in Cairo, single, engineer, cigarette smoker of 20 back years. His main complaint is a low back pain of 1 month's duration. His condition started 20 years ago when the patient started to develop intermittent mucoid diarrhea 10 times per day, not bloody, not related to meal. It's associated with a diffuse colicky abdominal pain, vomiting 5 times per day. Associated with vomiting 5 times per day related to food, small in amount, odorless.
the vomiting is preceded by nausea, and there is positive history of significant weight loss around 15 kilograms over 1 year. He sought medical advice, colonoscopy and biopsies were taken, diagnosed as Crohn's disease, kept on Bentaza with improvement for 2 years. Then the patient stopped Bentaza by himself and he experienced no flares detected till now, till nowadays. من سنتين بقى بدأ يشتكي ان هو عنده scaly hypremic plaques على extensor surface وخد رأي درماتولوجي وتشخص ان هو psoriasis وكبت على topical treatment وتحسن. 1 year ago بدأ يجيله بولي أرثرايتس في السمول جوينتس اوف هاندز وكمان بايلاترال شولدر بين اتشخص ساعتها ان هو سرياتيك أرثرايتس وبدأ ميسوتريكسيت خده شهرين بس ما تحسنش وقفه بنفسه. من شهر بدأ بقى يشتكي من انفلاماتوري لو باك بين with morning stiffness for more than half an hour. No history suggestive to any renal, neurological, hematological, gastrointestinal, or other rheumatological manifestation. His past history was irrelevant except for double bundle anterior cruciate ligament reconstruction due to trauma. His family history was irrelevant. To summarize, 35-year-old male patient diagnosed as Crohn's developed psoriasis and psoriatic arthritis presented by inflammatory low back pain. His general examination was normal. Head and neck and upper limb examination was normal. Chest, cardio, abdominal neurological examination were normal. Rheumatological examination by inspection, there was no apparent deformities or nodules. By palpation, there is a positive metacarpal squeeze test. Lower limb examination showing bilateral knee swelling with positive milking test with knee effusion more on the right side. Back examination, there was positive tenderness over the lower spines, especially at the lumbosacral area and sacroiliac joint line. His labs, CBC was normal, ESR, HALA-B27, CRB, calprotectin was negative, viral markers were negative, C3, C4, ANCA, ASCA, anti-RMB, all were negative, was negative. Musculoskeletal ultrasound was negative except for mild wrist joint effusion. And he had musculoskeletal ultrasound of both knees and showing right knee effusion. MRI sacroiliac joint showing bone marrow edema at the joint line of the right sacroiliac joint. And my question to Dr. Rasha Hassan, what is the link between the Crohn's disease and psoriatic arthritis? بشكر دكتورة تسنيم. أحب أن أنا أقول أن السورايسز والكرونز ديزيز من التو كرونيك انفلاماتوري ديس أوردر اللي احنا عارفينهم اللي بيتميزوا بأن في ريميتنج أند اكسسيربيتنج كورس. البوست ديزيز آر لينكد في سيرتن جينيتك أند انفيرومنتال أند اميون باسواي شير ما بين التو ديزيزز، وعشان كده بنلاقي البريفالنس اوف انفلاماتوري باول ديزيز بيزيد في العيانين اللي عندهم سورايسز. وكمان ممكن الاقي 7 تو 11 بيشنت متشخصين ان هم انفلاماتوري باول ديزيز بيتم تشخيصهم ان هم عندهم سورايسز. ايه كمان الشيرد بوينتس ما بين التو ديزيز؟ هو وجود الشيرد رول اوف جات مايكروبيوتا في الباثوجينيسيس اوف بوث ديزيز. فالاثنين بيحصل فيهم انكريز بيرميابيليتي على مستوى السكن والجات اللي بيعمل بعد كده انتر اكشن اوف باثوجين ويز انفلاماتوري سيل او انفلاماتوري ريسبتور اوف اميون سيل. ديفرنت ستادي اتكلمت على علاقه ما بين الجات والسكن والرول اوف مايكروبيوتا في الانتراكشن ما بين التو سيستم. فاللي بيحصل في ميتابولايت بيتم انتاجها عن طريق الانتستاينال مايكروبيوتا اللي بتؤدي الى اميون موديفاين بوتنشال، ليها اميون موديفاين بوتنشال وقادره انها تغير البالانس المفروض يبقى موجود ما بين الاميون توليرنس اند انفلاميشن، وده بيؤثر على الديفرنشيشن بتاع النايف تي سيل الى ريجولاتوري او افكتور تي سيل. البالانس ده بيبقى مهم جدا ان انا احافظ فيري امبورتنت ان هو يمنتين الاميون هيموستاسيس في الجسم كله. فالنقطة ان انا عندي
alteration في الجات مايكروبيوتا اللي بيحصل حاجة اسمها dysbiosis يعني ايه imbalance ما بين beneficial جات مايكروبيوتا والباثوجينيك مايكروبيوتا اللي بتؤدي الى increased level of commensal مايكروبيوتا وتؤدي الى imbalance ما بين التي سيل differentiation وبيحصل بعد كده disruption للcutaneous hemostasis وتؤدي الى trigger systemic inflammation both skin and gut. لقوا ان الباترن ستادي لقت ان الباترن اللي بيحصل في الديسبيوسيس في الانفلاماتوري باول ديزيز هو ممكن نلاقيه في عيانين السورياتيك بيشن اللي معاهم او ويزاوت انفلاماتوري باول ديزيز. بيحصل ديبليشن لسم اورجانيزم زي البيفيدوبكتيريا واللاكتوباسيلاي وبيزيد وبيحصل كولونايزيشن للباثوجينيك بكتيريا زي السالمونيلا والايكولاي والاتش بايلوري والكامبيلوباكتر. فهنلاقي في الاي بي دي ايه اللي بيحصل في الهيلثي ستيت، هلاقي ان بنحافظ على الميكوزال انتجريتي وده بيمنع ان يحصل ان انفيجن للباثوجينيك اورجانيزم دي انسايد الميكوزا الى اللامينا بروبيا، وبالتالي انا بحافظ على الانتجريتي بتاع الاميون هيموستاسيس انسايد الانتستينال وول، وبالتالي بيحصل immune tolerance. ولكن في حالات الـ IBD اللي بيحصل بفقد الـ mucosal integrity وبالتالي بيحصل invasion للأورجانيزم جوه اللامينا بروبيا وده بيعمل activation للدنتريتك سيل اللي بتعمل activation بدورها إلى activation للـ T helper 17 اللي بتعمل more production للـ interleukin 17 وبالتالي بيحصل الـ pathway والكاسكيد بتاع الـ pathogenesis of inflammatory bowel. وبالتالي بلاقي فيه mucosal ulceration with all symptoms of inflammatory bowel. لو جينا نشوف السورايسيس نفس الحكاية نفس الباثوجينيسيس بيحصل ان انا عندي dysbiosis اللي بيؤدي الى decrease the barrier integrity of intestinal mucosa وزيادة permeability وبالتالي يحصل systemic immunity modulation and inflammatory and immune response increase the inflammatory immune response ويحصل imbalance ما بين الregulatory T cell وبيزيد T helper production T helper 17 اللي بتؤدي إلى activation لل T helper 17 وهنا بيبقى فيه نوع من أنواع T cell اللي بيبقى ليها memory بcutaneous lymphocyte antigen اللي بتاخد الانتجن ده وتروح بيه على السكن على الكيراتينوسايت وتبدأ production of interleukin 22 interferon وبالتالي بيحصل السكن مانيفستيشن والسورايتيك ارثرايتس كمان. وبالتالي فانا ممكن الجات مايكروبيوتا تبقى ايم للتريتمنت والمانجمنت في حالات السورايسز والانفلاماتوري باول ان انا مجرد ان انا هزود البينيفيشيال جات مايكروبيوتا ده بيحسن السكن بارير فانكشن بيقلل التي هيلبر 17 وبيقلل الانفلاميشن. And thank أيوة فعلا أيوة لسه في سؤال. Second question, what is the management plan for this patient? سلام عليكم جميعا. طبعا انا يعني لا يفتى وملك في المدينة، بس عشان انا اجاوب على السؤال ده لازم الاول نبقى عارفين ايه الجايدلاينز بتاعت المانجمنت بتاعت الكرونز ديزيز وايه الجايدلاينز بتاعت المانجمنت اوف سورايسيس عشان نعرف في الاخر نختار الدواء اللي احنا هنعمله. الامريكان جاسترو انترولوجي اسوشيشن قالت ان انا بعالج الكرونز ديزيز بثلاث حاجات، يا اما بالكورتيكوستيرويدز مع الامينو اسيد الساليسيليك اسيدز اللي هما يعني البنتازا، يا اما ثايوبرين يا اما اللي هو الازاثايوبرين يا اما بالبيولوجيكال ثيرابي. الاندكشن اوف ريميشن بتتعمل بالكورتيكوستيرويد لكن هم ما بيحبذوش ان المينتنس اوف ريميشن يبقى بالازاثايوبرين، كمان الازاثايوبرين ما بيحبوهوش لوحده كمينتنس كاندكشن اوف ريميشن لكن ممكن يستخدم كمينتنس اوف ريميشن مع البيولوجيكس. بالنسبه للبيولوجيكس في الاندكشن اوف ريميشن قالوا ان احنا ممكن نستخدم الانتي تي ان اف و
كمان الفيدوليزوماب ده احنا انا ما اعرفوش عشان ده بعيد عننا في الروماتولوجي شويه. الاستكينوماب اللي هو الانترلوكين 12 23 ده معانا في الروماتولوجي بنستخدمه، ده كمان من ضمن الحاجات اللي بتستخدم. وهم كمان بيقولوا ان لو العيان نايف يفضل ان احنا نبتدي بالتي ان اف الاول، ويفضل زي ما قلنا ان احنا بنعمل مينتنس اوف ريميشن بالازاثيوبرين او بالميسوتريكسيت، بس مش مستحب الميسوتريكسيت انه يتاخد في الحالات دي اورال، بيتاخد في الحالات دي انتراماسكولر او سوري سب انتراماسكولر او سبكوتينيوس، ده الكومباينيشن المفضل. طيب طب الجاك انهيبيتور، في 3 جاك انهيبيتور ار كارنتلي ابروفد اف دي اي ابروفد للاي بي دي، منهم بس الاوباسيتيناب اللي هو اسمه رينفوك هو الوحيد اللي ابروفد في الكرونز. التوفاسيتيناب والاوباسيتيناب زي ما هنشوف هم ابروفد في الالسريف كولايتس، لكن الكرونز ليه واحد بس ابروفد اف دي اي ابروفد هو الاوباسيتيناب. طيب لو جينا نتكلم على الشويس بتاعتنا بقى، احنا عندنا بنمشي تبع الجرابا ريكومنديشن، بنفضلها اكتر من اليولار لان هي مقسمه دومين زي ما احنا شايفين كده، مقسمه العيانين اللي عنده بريفيرال ارثرايتس اديله ايه. طبعا احنا العيان بتاعنا اكزيال، فاحنا عينينا هتنط على طول على يا اما انترلوكينز يا اما جاك، لان اي حاجه غير الانترلوكين والجاك ما مش هتاثر في الاكزيال سبا. فلو العيان عنده بريفرال ارثرايتس ينفع معاه الانتي تي ان اف، ينفع معاه الاسترار او الاستيكونيماب، ينفع معاه الانترلوكين 16، ينفع معاه الجاك. لو العيان عنده اكزيال ديزيز انتي تي ان اف او انترلوكين 17 او جاك. طبعا الانسيسايتس والداكتيلايتس دول مش في الحاله بتاعتنا فمش هنقول عليهم. وزي ما قلنا قبل كده احنا عندنا 2 جاكس امبروفد في الانفلاماتوري باول ديزيز اللي هو التوفاسيتيناب والاوباسيتيناب، منهم الاوباسيتيناب بس في الكرونز. طب لو العيان عنده سكين ديزيز زي العيان بتاعنا الصور اللي شفناها عنده بليك، السكين ديزيز بيجيب ريسبونس حلو قوي للانتي تي ان اف وللاستكينوماب وللجاك. و ولو العيان عنده اي بي دي الانتي تي ان اف والاستكينوماب والجاك والميسوتريكسيت، احيانا زي ما قلنا الاورا السبكوتينيوس او الانتراماسكولار مش الاورا الميسوتريكسيت. نرجع للعيان بتاعنا بقى. طيب العيان بتاعنا عنده كرونز خلاص بروفد، وعنده سكين ديزيز شفناها، وعنده اكزيال بي عنده ايه اكزيال موجوده شفناها في الام ار اي، عنده يونيلاترال ساكرو اليايتس. الكرونز الانتي تي ان اف زي ما قلنا المختصر. طيب ايه الحاجات دي اللي تنفع معانا بقى في العيان؟ ما ينفعش طبعا نديله بي دي اي لان هو بس السكين ديزيز، لا ينفعني في الاكزيال ولا ينفعني في الكرونز. ما ينفعش ادي انترلوكين 17 زي ما دكتوره هاجر قالت لنا كده، الانترلوكين 17 لو اديته ممكن ياكتيفيت الكرونز. وما ينفعش برضو ادي انترلوكين 12 23 لانه ملوش اي رول خالص في السكرويليتس، هيتحسن الكرونز هيتحسن السكين لكن هيفضل ظهره بيوجعه وعنده مورنينج ستيفنس ومش هيبقى تعبان. يبقى احنا القصه بتاعتنا انحصرت ما بين ايه، ان انا ادي انتي تي ان اف او ادي جاك انهيبيتور، ومن الجاك انهيبيتور زي ما اتفقنا حدي بس الاوباسيتيناب او الرينفوك. طب يا ترى بقى ادي مين فيهم؟ ادي مين فيهم؟ ادي الانتي تي ان اف ولا ابتدي بالايه جاك انهيبيتور ورايح دماغي؟ الحقيقه الجايد لاينز ما بتقولناش كده. الاف دي اي ابروفال قال انا امتى ادي الجاك لو العيان بتاعي ما جابش انديكوات ريسبونس على الانتي تي ان اف او كان انتوليرنت للانتي تي ان اف. يبقى دي معناها ان انا ما ينفعش ابتدي في العيان بتاعي، عيان ما خدش اي بيولوجيكس خالص، ما ينفعش ابتدي له الجاك، هدي له انتي تي ان اف. اني انتي تي ان اف؟ نرجع للجايد لاينز بتاعتنا. الجايد لاينز بتاعتنا بتقول يا اما انفلاكسيماب يا ادليماب يا سيرتوليزيماب، لكن لو هتدي العيان نايف يستحب ان انت تدي الانفلاكسيماب والادليماب اوفر السيرتوليزيماب. يبقى احنا كده اتفقنا ان احنا من البيولوجيكس اللي هنختاره هنختار الادليميماب سبكوتينيسلي، بيتاخد بطريقه مختلفه شويه عننا، بيتاخد 160 ملي جرام لودنج دوز في الاول، وبعدين بعد كده 80 ملي جرام في الدي 15. وطبعا هنا في الاي بي في الكرونز بيتاخد
every week، مش زي عندنا في الروماتولوجي لما بنديه كل 12 ساعه في عيان اندو انكيلوزنج سبوندلايتس. وما ننساش بقى زي ما اتفقنا المينتنس اوف ريميشن، بيبقى انا خلصت خلاص المينتنس اوف ريميشن، يا اما نزود للعيان ازاسايوبرين، او في العيان بتاعنا ده يفضل ان احنا نديله سبكتينيوس ميسوتريكسيت او انتراماسكولار ميسوتريكسيت. هيفيدني في حاجتين، هيفيدني في الارثرايتس وهيفيدني في البريفنشن اوف انتي بوديز اجينست الايه اداليماب. اند ثانك يو. احنا طبعا عشان الوقت هناخد وان كويستشن بس فور ايتش سبيكر. في اي اسئله للدكتور؟ في الاخر سوري. هو بس كومنت يا دكتوره داليا بعد اذنك، العيان ده من الاول شكله كان عنده سمول انتستينال كرونز ديزيز، لان الدايريا اكتر من 10 مرات، عنده كوليكي ابدومينال بين العيان، فهو البنتازا في السمول انتستينال كرونز ديزيز هاز نو رول، يعني ممكن ادي بنتازا في الكولونيك كرونز ديزيز، لكن سمول انتستينال هي قالت انه عمل وتشخص، لكن ما قالش ده كان سمول انتستينال، كمان ما كانش معمول له ايمجنج للعيان، فده المفروض ان هو كان خد بيولوجيك من الاول، لان العيان كان خس 20 كيلو، فواضح ان العيان ده كان عنده مال ابزوربشن في الاول، فكان مفروض ان هو ياخد بيولوجي. دي حاجة. ما هو طيب. كان مفروض ان هو ياخد بيولوجيك من الاول، ما كانش مفروض ان هو ياخد بنتازا. Now let me introduce Professor Dr. سماح البكري. دكتورة نوران. She will present another case. Good morning, dear professors and colleagues. Now I'm presenting a 32 years old non-smoker housewife presented with recurrent attacks of diarrhea. About 6 motions per day, 4 of them were bloody with occasional mucus and tenesmus. These attacks were, had a nocturnal occurrence and they lasted for 3 weeks. The motions were not related to meals, did not improve with fasting, but they were associated with colicky lower abdominal pain, partially relieved upon defecation. Also, it was associated with intermittent low-grade fever responding to antipyretics. The patient denied any upper GI symptoms or weight loss. She had a history of arthralgia affecting her knees, but no history of back pain. Also, no history suggesting other system affection. The patient sought medical advice and was admitted for investigation. On examination, the patient was vitally stable. She had pallor. Abdominal examination showed mild lower abdominal tenderness. Digital rectal examination showed no piles or fissure. Chest and heart examination were free. Labs on admission showed anemia, hemoglobin 10, elevated ESR 70, CRP 16. Stool analysis showed pus cells 15 over 20, RBC is 40 to 50, and the fecal calprotectin 1560. The patient underwent colonoscopy, which showed diffused inflamed friable mucosa with multiple ulcerations and inflammatory pseudopolyps, Mayo endoscopic subscore 3, that extended up to the ascending colon, and biopsies were taken for histopathologic examination. Biopsy showed ulcerated colonic mucosal fragments partially replaced by fibronecrotic material. Crypts showed crypt distortion, cryptitis, crypt abscess along with goblet cell depletion. Lamina propria was congested, infiltrated with chronic inflammatory cells, a picture suggesting ulcerative colitis. At this point, our plan of management, according to the ECHO guidelines, the patient was classified as a moderate case of ulcerative colitis and was kept on oral mesalamine at a dose of 4 grams per day, along with topical treatment in the form of mesalamine suppository, and the patient started to show clinical improvement. Few weeks later, the patient developed a lower limb ulcerating lesion with violaceous edges that was painful, rapidly enlarging in size, for which the patient underwent surgical debridement. So, this lesion is bioderma gangrenosum. Bioderma gangrenosum starts usually as a single or multiple erythematous papule or pustule, rapidly enlarging in size, causing deep ulcers with violaceous edges that may be deep enough to expose tendon, muscle, and deep structures. It's more common in ulcerative colitis than Crohn's disease. Meanwhile, the patient developed acute onset of pleurish discoloration of her right toes, which was painful and was associated with low-grade fever.
Upon examination, peripheral pulsations of the lower limb were intact, but there were rapidly evolving ischemic color changes with ulcerations affecting her right too. Also, 3 days later, the patient has painless diminution of vision in her left eye. Ophthalmologic examination revealed diminished visual acuity of the left eye up to head motion. Slit lamp examination showed no evidence of uveitis. Fundus examination showed optic disc edema with blurred disc margins, flame hemorrhages, a picture of optic neuropathy. The patient also underwent right lower limb arterial duplex, which came showing the whole arterial system of the lower limb down to the dorsalis pedis were echo-free, no calcific or soft tissue plaques, and the duplex Doppler examination revealed patent lumen with normal triphasic waves. So this raised a suspicion for associated vasculitis and maybe an underlying autoimmune condition. So autoimmune markers were done and were all non-significant except for consumed C3. Also, CT mesenteric angiography was done to exclude mesenteric affection, and it came free. And as you see, the disease process of the ulcerative colitis, loss of obstruction affecting the entire colon. So at that time, our final diagnosis for the case was a case of ulcerative bencolitis presenting with extra-intestinal manifestation in the form of bidermia gangrenosum associated with systemic vasculitis, most probably small vessel disease, affecting right toes and the left optic nerve. So our plan of management here had three pillars: ulcerative colitis, vasculitis, and bidermia gangrenosum. Pulse steroid therapy was started for the optic nerve affection in the dose in the form of methylprednisolone, 1 gram per day for 3 days, followed by tapering to oral prednisolone, 1 milligram per kg per day. For the vasculitis affecting the peripheral microcirculation, the patient was kept on therapeutic dose anticoagulation. And according to the echo guidelines for managing bidermia gangrenosum, the patient was kept on infliximab at an induction dose, 5 mg per kg at IV at 0, 2, and 6 weeks, and an induction at maintenance dose every 8 weeks, along with azathioprine at a dose of 2.5 mg per kg per day. Upon follow-up, the patient went into clinical remission with resolution of the bloody motions. Follow-up colonoscopy showed mild proctosigmoiditis, bidermia gangrenosum almost healed, and the visual acuity of the patient improved. Follow-up fundus examination showed resolved disc edema. Now my question is to Professor Dr. Samah Al-Bakri. What are the types of vasculitis that could be encountered in a case of IBD? بسم الله الرحمن الرحيم. حالة صعبة يا نوران وفيها uncommon presentations بتبقى موجودة مع الانفلاماتري باول ديزيزز. حضراتكم عارفين الروماتولوجيست مننا عارفين الكلاسيفيكيشنز الليتست كلاسيفيكيشن اوف فاسكولايتس واللي بيبقى عندنا فيها بنقسمها على حسب الكاليبر of vessel affected يا اما large vessel vasculitis. انا مش عارفه الماوس باين انا مش شايفه. يا اما large vessel vasculitis زي التكياسو والجاينت سيل ارثرايتس، يا اما affecting medium sized vessels ودي بتبقى بولي ارثرايتس نيدوزا كواساكي او الانكا اسوسييتد، او يبقى عندنا small vessel vasculitis زي الكرايجلوبينيميك vasculitis الاي جي اي vasculitis والهايبر كومبلمنتيميك vasculitis. في الحقيقه احنا ممكن يبقى عندنا جاسترو انتستاينال مانيفيستاشنز في كل انواع الفاسكولايتس دي، والسبب يا اما يبقى عندي اسكيميك كولايتس او جرانيلوماتس افكشن. فانا كل انواع الفاسكولايتس ممكن يبقى معاها جاسترو انتستاينال مانيفيستاشنز. اون ذا اذر هاند سم فاسكولايتيز مي بي اسوسييتد وذ انفلاماتوري باول ديزيز، بات ذيس از نوت ا كومن كونديشن. مش ده الكومن ان انا الاقي مع الاي بي دي فاسكولايتس. طب لو هتبقى موجوده فاسكولايتس ايه ممكن انواع الفاسكولايتس اللي تبقى موجوده؟ يوجوالي اللارج فيزل فاسكولايتس ذات از كومنلي بريزنتد وذ انفلاماتوري باول ديزيز، نيملي التكياسو فاسكولايتس يليها الجاينت سيل ارثرايتس. يبقى اللارج فيزل فاسكولايتس اول حاجه نيملي التكياسو. انا ممكن يبقى عندي isolated cutaneous vasculitis تبقى موجودة، ممكن يبقى عندي انكا associated vasculitis ممكن تبقى موجودة.
يوجوالي البريزنتيشن بتاع الفاسكولايتس بيبقى افتر البريزنتيشن بتاع الانفلاماتري باول ات ليست 4 ييرز ريرلي تو بي كو اكزيستنت. ده يحصل اكتر لو العيانه دي في ميل ان انا يحصل الاي بي دي يظهر مع الانفلاماتري باول في نفس الوقت. فاحنا قلنا ان اللارج فيسل فاسكولايتس اكتر تكياسه وتحصل مع الاثنين، ممكن تحصل مع الكرونز وتحصل مع الالستيف كولايتس. والعيانين دول عاده بيستجيبوا بالكومباينيشن اوف الفايف اسيتيل ساليسيليك اسيد والكورتيكوستيرويدز مع اميونو سابريسنت زي الازاسايبرين، وممكن ادي الميثوتريكسيت في الحالات دي انجكشن هيساعدني في الفاسكولايتس وهيساعدني في الاي بي دي. الايزوليتد كوتينيوس فاسكولايتس تعتبر السكند كومن تايب اوف فاسكولايتس تيجي مع الاي بي دي، نيملي اليوكوسايتوكلاستيك فاسكولايتس، وممكن يبقى عندي جرانيولوماتس ايزوليتد كوتينيوس فاسكولايتس. في الحقيقه اليوكوسايتوكلاستيك فاسكولايتس تظهر اكتر مع الالستيف كولايتس، مفيش في الليتريتشر حالات اتذكرت مع الكرونز ديزيز. والحالات دي برضو هتستجيب زي ما نوران ادت، هندي اللارج دوزز ستيرويدز مع الفايف امينو ساليسيليك اسيد مع الاميونو سابريسنس بتاعتنا الميثوتريكسيت والاذاسايبريم. انا ممكن ادي الحالات دي، هيفيدني في الجات وهيفيدني في السكن. ونخلي بالنا ان البايوديرما جانجرينوزا ده مش ده مش مانيفيستيشن اوف ليكوسايتوكلاستيك فاسكولايتس، مش مانيفيستيشنز اوف ايزوليتد كوتينيوس فاسكولايتس، لان الباثوجينيسيس بتاع البايوديرما جانجرينوزا مختلف، دوت كاتيجوري من النيوتروفيليك ديرماتوزس. بس نخلي بالنا من حاجه، ان احنا بنستخدم البيولوجي في علاج الاي بي دي، فنخلي بالنا ان لو الانست اوف vasculitic lesions ظهرت بعد الدواء، keep in mind ان TNF inhibitor زي ما بيتاخد في علاج الـ IBD في reported cases انه ممكن يعمل لي skin vasculitis namely leukocytoclastic vasculitis وبتتحسن بعد ما العيان بيوقف العلاج. عندنا اتنين بيولوجي تاني للـ IBD، عندنا الـ interleukin 1223 اللي هو الاستيكونوماب، ما كانتش في ريبورتد حالات فاسكولايتس في الحقيقه معاه، لكن الفيدوليزوماب اللي هو الانتيفيو ظهرت حالات ليوكوسايتوكلاستيك فاسكولايتس بعد بدايه الدواء، وممكن لما بنوقف الدواء الاوفندنج دراج الفاسكولايتس دي بتتحسن. فنخلي بالنا برضو الانسيتو فاسكولايتس زي ما قلنا بتبقى اكتر بعد البرزنتيشن بالاي بي دي مش اقل من 4 سنين، الكو اكزيستنس رير جدا، ولو انا لسه باديه البيولوجي بتاعي ممكن يبقى هو الدواء السبب، فانا محتاجه ان انا يعني سيرش ميتيكولسلي فور ذا كوز اوف فاسكوليتيك ليجن في العيانين دول. تعالي يا نوران قولي بتكلم مسج. دكتور سميح، so our take home messages for today: Bioderma gangrenosum is a sole indication for starting anti-TNF therapy. Episcleritis and anterior uveitis are the most common ocular manifestations in IBD. However, optic nerve affection should be suspected whenever the patient presents with acute painless diminution of vision. Pulse steroid therapy has no role in treating IBD activity per se, and it should be reserved for specific indications like vasculitis. And patients with IBD have increased risk of both venous and arterial thrombosis. Thank you. شكرا دكتورة نوران، شكرا دكتورة سماح for this discussion. دلوقتي معانا ان شاء الله سمبوزيوم شركة فايزر، معانا دكتورة سماح. discussion في الاخر. دكتورة دل يعني السايكلوسبورين هاز بينيفيت في اليوفيتس في الـ في الـ في البايوديرما جانجرينوزم، وممكن يستخدم مينتنس اوف ريميشن في الانفلاماتوري باول ديزيز بالذات مع لما يبقى اسوشيتد مع البايوديرما جانجرينوزم. رايكم ايه في قبل ما ادي البيولوجيك؟ بس مش كل الحالات بريزنتد بدايريه بالسايكلوسبورين. Our experience in home, I got في حالة presented بدايريه مش common side effect. Cyclosporin هو مش من the lines في treatment for IBD عموما إلا IV cyclosporin في حالات acute severe colitis.
بس احنا عندنا عينه دلوقتي هي اسرتيف كولايتس وعندها كومبليكيشنز روماتولوجيكال كتير انديكيتد فور سايكلوسبورين، وفي نفس الوقت هي البايوديرما جانجلوزا والفاسكولايتس هتريسبوند مع الانتي تي ان اف، فعشان كده الانتي تي ان اف يعني مور بريير يعني مور بينيفيشال للبيشنت دي هيغطي تو ديزيز. زائد ان سايكلوسبورين في مصر ما فيش منه غير الاورال بس، وهو الاورال اللي هينفع في التريتمنت للبايوديرما جانجلوزا او الفاسكولايتس. احنا عندنا بنستخدم الاي في سايكلوسبورين في حالات الاكيوت سيفير اسرتيف كولايتس مش الاورال سايكلوسبورين. يعني حاله بانكولايتس وميو سكور 3 فالحاله دي بتبقى لايبل ان يحصل لها فينوس ثرومبوزس، فكان المفروض ندي طالما هوسبيتالايزد ندي انتي كواجولنت فيها فروم ذا ستار. دلوقتي معانا دكتوره سماحه تمتعنا ان شاء الله بسمبوزيوم زيل جونز ان سبونديلو ارثرايتس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شغال كده الصوت مسموع؟ في البداية أحب طبعا أشكر دكتورة داليا عبد المحسن رئيس أقسام البطنة ورئيس الوحدة عندنا، وبشكر حضور دكتورة أميرة ويعني ودكتور ماجد لمشاركتهم. السيشن ثرية وغنية. احنا تخصص الروماتولوجي our systemic autoimmune disease في الحقيقة بيبقى عندنا affection لكل systems وكل organs. بشكر شركة فايزر كمان لمساهمتها ان هي تسبونسر السيشن دي كلها، علشان هم عندهم دواء من الأدوية المهمة جدا اللي احنا بنستخدمه في الروماتولوجي، ودكاترة الجاستو انترولوجي كمان بيستخدموه. وفخوره جدا بالمحاضرات والتوكس اللي اتقالت اللي كانت ان هارموني وبتبيف ذا واي فور ماي برزنتيشن. في الحقيقه كل المحاضرات كانت جميله جدا. انا هتكلم على كومبريهنسيف مانجمنت اوف بيشنتس وذ اكزيال سبونديلو ارثرايتس. مش بيقلب، ما انا بدوس على السحب جامد. دوست جامد ها الحمد لله اشتغل. As a rheumatologist we all know that spondyloarthropathies is a seronegative chronic inflammatory arthritis. و spondyloarthropathies has a concept. يعني ايه concept؟ مفيش clinical presentation واحدة، وعندنا مجموعة من presentations لما بتظهر انا بقدر افكر في spondyloarthropathies. والسبونديلو ارثروبسيز may present with peripheral arthritis زي في حالات السورياتيك ارثريتس، في حالات الرياكتيف ارثريتس، زي في حالات الارثريتس مع الانفلاماتوري باول ديزيز، وكمان ممكن تبريزنت باكزيال مانيفيستاشن. ايذر تبقى الاكزيال مانيفيستاشنز دي فيري ايرلي، مش موجوده عندي حاجه في السونار في الاكس راي، ودي بنسميها النان راديوجرافيك اكزيال سبا، او يبقى العيان اوريدي بدا يبقى فيه ناروينج وسكليروزز في الساكروايلياك جوينت، واللي دي اللي بنسميها الراديوجرافيك اكزيال سبا. ومؤخرا بالنسبه لنا از روماتولوجيست التو انتيتيز as they have the same clinical picture, the same prognosis, the same comorbidities and the same treatment recommendation. فبقى عندنا السبونديلوارثريتس either presenting with axial spondyloarthropathy or peripheral spondyloarthropathy. وفي الحقيقه الاكزيال spondyloarthropathy والسورياتيك arthritis are the commonest presentations of the spondyloarthropathy arthritis. لكن الفيجر الاولاني مش هو ده اللي احنا بنشوفه كتير. الاسس organization اول ما وصفت spondyloarthropathy وصفته بالشكل ده الانترمينجلينج سيركلز. ليه؟ لان مجموعه الامراض دي كلها بتشترك مع بعضها في اكتر من حاجه.
تشترك مع بعضها في ال HLA-B27 positivity مع اختلاف النسبة من ديزيز للتاني being higher in axial spondyloarthropathy than psoriatic arthritis وarthritis مع inflammatory bowel. تتميز ان في familial aggregation, تتميز بالseronegativity, بتتميز ب ان انا عندي دايما اكسترا ماسكول سكيليتال مانيفيستيشن, دايما يا عندي سكين يا عندي اي يا عندي جي اي تي مانيفيستيشن. مش بس كده, ولانهم كلهم بيتشابهوا في الباثوجينيسيس انا بيبقى عندي ديرينجمنت او افكشن للانيت اميونيتي, عندي افكشن في السكين, لوس اوف انتجريتي زي ما بيحصل في السورايسيس, وبالتالي ده اول خط دفاع بتبتدي الباثوجين يدخل يستيميوليت زي ما دكتوره رشا قالت الميكروفاج اللي بتاخد الانتيجين ده وهتبريزنت للتي سيل, والتي سيل هتبتدي تطلع لي استيميوليت وتطلع لي الانفلاماتوري سايتوكاينز. كمان الجت ديسبايوزز بتؤدي للوس اوف انتجريتي زي ما دكتوره هاجر قالت لنا في loss of integrity of the intestinal lining, وبالتالي برضو هيدخل الباثوجين, وفي النهاية لما الباثوجين هيدخل من السكين أو من الجت هيستيميوليت الماكروفاج اللي بدورها هتبتدي تستيميوليت الادابتيف إيميون سيستم اللي بدورها هتستيميوليت التي هيلبر والتي هيلبر 17 والتي هيلبر 1 سيلز اللي هتطلع لبليثرة of cytokines, والسيتوكاينز دي كلها في السبونديلو أرثروباسيز هتبتدي تدور على هوم, هتدور على الهوم بتاعها فين؟ في الانثيسيز which is the pathogenic cause في السبونديلو أرثروباسي clinical picture اللي هي الانثيسيتس. يا إما هتروح لي في peripheral انثيسيز هتعمل لي البلانتر فاشيتس أو الأكيليس تندينيتس, أو هتروح في axial انثيسيز هتعمل لي الاكزيال سبونديلو أرثروباسي. والانكيلوزينج سبونديولايتس او الاكزال سبونديلو ارثروباس الاسم الجديد لي هو البروتوتايب بتاع المجموعة دي كلها, وهو ده اللي بيحصل. بيبقى عندي جينيتك سسبتابلتي مع انفيرومنتال فاكتورز, بيبتدي الانفيرومنتال فاكتورز دي هيدخل فيها جزء الديسبايوزز والسكين, هيبتدي يحصل لي انفلاميشن, الانفلاميشن هيعمل ايروجن. لو انا ما حسنتش الانفلاميشن الهيرنج الهيلينج بيبقى باي نيو بون فورميشن, هتعمل لي السندزموفايتس اللي هي برضو الهول مارك بتاع الديزيز واللي بيعمل لي اللي احنا بنسميه التيبس المناعي الفقاري. في الحقيقه الانكيلوزينج سبونديولايتس از نوت ذات رير ديزيز, ات كمز ثيرد ان رانك ان انفلاماتوري ارثرايتس افتر الروماتويد ارثرايتس والسورايتيك ارثرايتس. Yet the burden of spondyloarthropathy is much higher than الروماتويد والسورياتيك ارثرايتس, whether بقى العيان ده كان راديوجرافيك او نان راديوجرافيك اكزيال سبا. مش بس كده, ده في systemic manifestations we have 73% increase في الكوموربيديتيز, whether hypertension, obesity, chronic pulmonary disease, diabetes, increased 70% in patients with spondyloarthropathies than in normal or healthy population. وعشان كده time is crucial. Early diagnosis and early management is a must. علشان حتى مش بس لقوا ان العيانين non-radiographic اللي هو very early لما بعالجوا في اول 3 سنين 80% بيستجيب, لو اتأخرت العشر سنين نزلت لاربعتاشر في المية. Even الانكيلوزينج العيان اللي حصل له انكيلوزيز لو قدرت اشخصه قبل عشر سنين وعالجته 73% هيستجيب, لو استنيت اكتر من كده النسبة دي هتنزل لتلاتين في المية. والمشكلة ان الديزيز ده affects active population لانه affects mainly الميل اقل من 45 سنة. علشان كده لازم نعالج بدري. هنعالج بايه؟ هنعالج بالأدوية اللي عندنا, وهستخدم الأدوية دي ازاي. انا عندي recent recommendations, الاسسيولار recommendations اللي ظهرت السنة اللي فاتت وبتقول لي الparadigm of treatment of axial spondyloarthropathies. هنشخص العيان, العيان ده لازم ياخد sessions of physiotherapy, العيان ده لازم اقعد معاه وعمل له education انه يبطل stop smoking, ده مهم جدا, لازم يعمل regular exercise, وهبتدي عالجه بالنون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز اقصى حاجه بنعالج بيها العيانين دول شهر,
اسبوعين ماكسيمم دوز نون ستيرويدال، ما جابش نتيجه بغير النون ستيرويدال ماكسيمم دوز، ما جابش نتيجه يبقى العيان ده لازم هنتقل على خطوه التريتمنت اللي بعدها. هعالج العيان ده بايه؟ هم قالوا ان احنا افتر فيلير اوف نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز وعندي العيان ده بيورلي اكزيال، انا ممكن ادي تي ان اف انهبيتورز، ادي انترليوكين 17 انهبيتور او ادي جاك انهبيتور. العيان ده لو عنده بريفرال مانيفيستيشنز، عنده انثيسايتس، ممكن احقن بلانتر فاشيتس، احقن تنس قلبه، لكن ما بحقنش الاكيلس تندينايتس، بنخاف منها وبندي العيانين دول ممكن كونفنشنال سينثيتك دومارتس. لكن زي ما قلنا لو عندي اكزيال بريزنتيشن ما قداميش غير ان انا ادي يا اما بايولوجيكال ثيرابي او الاورال سمول مولكيولز زي الجاك انهبيتورز. وفي الحقيقه هم حاطين الثلاثه كفيرست line indication at the same on the same platform. انا ممكن استارت TNF inhibitor interleukin 17 او JAK inhibitor. الcurrent practice TNF inhibitors والinterleukin 17، لان احنا TNF inhibitors بنستخدمهم من 1999، الinterleukin 17 بنستخدمهم من 2015، الجاك لسه ظهروا بعد كده واخدين الابروفلز بعد كده في الاكزيال سبا، ولكن احنا متوقعين ان لما يبقى في ريكومنديشن كمان 5-6 سنين هيبقى الcurrent practice هما الثلاث ادويه. لو انا عندي اي او جات اكتر بنفضل التي ان اف، لو عندي سكين اكتر بفضل الانترليوكين 17 زي ما دكتور هاجر قالت لنا، لان في الايماس الجاسترو انتستينال مانيفيستيشنز الانترليوكين 17 مش هينفعني. لكن انا لو هستخدم الجاك انهيبيتور مش هيفرق معايا الاثنين، سواء عنده اي او جات او سكين، لان في الحقيقه احنا بنستخدمه في كل ده، بالذات التوفاسيتينيب في اليوفيايتس. بس لازم اخلي بالي وحط وورنينج بالنسبه للجاك انهيبيتورز، قالوا الادويه دي افكتيف جدا، مهمه جدا، بس لما اكتبها للعيان لازم اخلي بالي العيان ده ما بيبقاش اكتر من 65 سنه، لو العيانه دي بتاخد كونتراسيبتيف بيلز، العيان ده عنده ثرومبوفيليا، بيجي له دي في تي ولا لا، previous history of malignancy، if I located او allocated the drug in the proper patient الoutcome بيبقى كويس. هستخدم اللي هستخدمه TNF interleukin 17 او JAK inhibitor. العيان ده جاب نتيجة هكمل على العلاج اللي انا خدته، العيان ده ما جابش نتيجة هبتدي to reassess my diagnosis الاول، اتأكد ان انا شخصت العيان صح، إذا كنت متأكد إن أنا شخصت العيان صح هبتدي أبدل، بدأت بـ TNF أدي جاك، بدأت بجاك أدي interleukin 17، زي ما قلنا putting in mind الـ comorbidities، العيان ده عنده skin ولا عنده eye ولا عنده gastrointestinal manifestations. هرجع تاني للصورة اللي أنا حطيتها في الـ pathogenesis، وهنشوف زي ما قلنا إن لما بتبتدي الـ innate system يبقى invaded او مش شغال ويبتدي يستيميوليت الادابتيف سيستم، انا هيطلع لي اكتر من يعني تي هيلبر 17 هتبقى اكتيفيتد والتي هيلبر 1 هتبقى اكتيفيتد، وبناء على ده بيطلع لي التي ان اف انهبيتور، بيطلع لي الانترليوكين 17، بيطلع لي الانترليوكين 23، بيطلع لي الانترليوكين 22، ودول تقريبا اهم اربع سايتوكاينز بيشتغلوا في السبونديلو ارثروباسيز. السايتوكاينز دي علشان تشتغل الانترفيرون والانترليوكين 17 وال22 والانترليوكين 23 بيشتغلوا على ازاي انه they combine مع الريسبتور اللي بيشتغل من خلال الجاك ستات باثوي. طبعا احنا مش في وقت ان انا اشرح طريقة شغل الجاك ستات باثوي، بس هو السيتوكاين بيدخل كده، بيدخل يتحد مع الريسبتور، وفي الباثوي اللي هو بيشتغل منه اسمه الجاك ستات باثوي، علشان يدخل يستيميوليت في النيوكليس يطلع لي السيتوكاينز والانفلاميشنز اللي هتعمل لي الكلينيكال مانيفيستيشنز بتاعه الديزيز. يعني انا لو عملت جاك انهيبيشن هقدر اسيطر على اكتر من I can inhibit more than one cytokine by inhibiting this pathway اللي هو الجاك باثوي. وبالتالي الجاك انهيبيشن بيأثر لي بحاجتين، دايركت انهيبيشن على بعض السيتوكاينز المهمه عندنا زي ما قلت الانترليوكين 17 الانترليوكين 23 والانترليوكين 22، ودول اللي بيشتغلوا من خلال الجاك ستات باثوي، لكن كمان هو بيشتغل بان دايركت
inhibition لانه بينهبت الانترفيرون والانترليوكن 2 والانترليوكن 12 اللي برضو بيشتغلوا من خلال الجاكستات pathway. By inhibiting these cytokines I inhibit secretion of TNF alpha والانترليوكن 2 والانترفيرون جاما. فانهبيتنج الجاكستات pathway بيخليني اقدر اسيطر على اكتر من سايتوكاين instead of inhibiting one سايتوكاين. عشان كده المجموعه دي ليها مستقبل مهم وهنشوف دلوقتي انها واخده اكتر من انديكيشن. كمان عندنا في ترايلز في اللوبس شغال عليها. الزلجنس اللي هو التوفاسيتينيب is a pan jack inhibitor. It inhibits jack 1 and jack 2. هو selectively inhibiting jack 1 و jack 2 ودوت بيعمل لي inhibition للintracellular cytoplasmic non-receptor tyrosine kinase jack. هو انا عندي كم نوع jack؟ انا عندي 3 jack و التيروزين كينيز 2. الزلجنس بينهبت jack 1 و jack 2. هديه في عيانين الاكزيال سبونديلو ارثروباسي؟ هديه في الانكيلوزنج سبونديولايتس بس لان هو واخد ابروفل في الانكيلوزنج سبونديولايتس مش واخد ابروفل لسه نان راديوجرافيك. خد ابروفل في الانكيلوزنج سبونديولايتس بناء على الفيز 3 ترايل اللي اتعملت دي وهي واخده ارقام مش واخده اسم لانها اتعملت بناء على الابروفلز اللي اتخذت ايرليال اول ما خد ابروفل في الروماتويد ارثرايتس وجابوا عيانين انكيلوزنج سبونديولايتس اغلبهم كانوا بيولوجيكال دمار نايف وجزء منهم كان عندهم فيلير اوف تي ان اف انهبيتورز والعيانين كانوا راندومايز ناس خدوا التوفاسيتينيب وناس ما خدوش الزلجنس ولقينا ان الاتشيفمنت اوف الاساس 20 ريميشن والاساس 40 ريميشن كانت هاير في العيانين اللي خدوا الزلجنس. كمان الديزيز اكتيفيتي سكور اللي هو الاسداس سي ار بي significantly decreased. الاخضر ده العيانين اللي خدوا الزلجنس significantly decreased في العيانين اللي خدوا الزلجنس. مش بس كده انا كان عندي البيك كانت as early as 2 weeks. الهايلي سنسيتيف سي ار بي one of the determinants of radiographic progression في الانكلوزنج سبونديولايتس كان في rapid decrease في السي ار بي ليفل في العيانين اللي خدوا الزلجنس. وبالتالي انا اتوقع بما ان العيان دخل في ريميشن ان الكواليتي اوف لايف هتبقى احسن في العيانين اللي خدوا الزلجنس عن العيانين اللي ما خدوش الزلجنس. طبعا as early as week 16 كان في امبروفمنت بيزيد مع الوقت على اخر السنه فانا عندي كوميليتيف ايفكت مع الدراج. وبما ان الديزيز اكتيفيتي قلت والكواليتي اوف لايف اتحسنت فبالتالي لازم الفانكشن بتاعت العيانين دول هتتحسن. ايه ميزه الزلجنس as part of the jack inhibitors؟ انه اورال مولكيول. كلنا شفنا العيانين اللي ماشيين على بيولوجيكس وحقن لو هو هيسافر او جو حر ولازم يحط الدواء في التلاجة او في باب التلاجة ما يقربوش من الفريزر ما يقربوش من داخل التلاجة عشان يبقى سخن. الاورال تابلتس البريزرفيشن فيها اسهل والتحرك بيها اسهل. زي ما شفنا المجموعة دي بتتميز بالرابد اونست اوف اكشن بالتالي بيبقى عندي رابد ريليف في السيمتومز في العيانين دول. تتميز كمان هي بتتاخد ديلي تتميز بشورت هاف لايف. يعني احنا عندنا عياننا وبرضو حضراتكم العيانين اللي بتدوهم الازاسايبرين والمايكوفينيليت ميفوتيل والميثوتريكسيت والعيانين اللي بياخدوا البيولوجيكس العينه دي عشان تدخل تعمل عمليه العينه دي عشان تحمل علشان تعمل اي انترفنشنال بروسيجر محتاجه توقف قبلها مش اقل من 6 ل 8 اسابيع مش اقل من شهرين. بالنسبه لنا الهاف لايف بتاعه الدواء دي الدواء الليفل بتاعه في البلاد بيختفي خلال 48 ساعه بالكتير بس احنا دايما نقول للعيان سكادجولد بعد اسبوع عشان نتاكد ان الاميونو سبريشن افكت بتاع الدراج انتهى تماما. الجاك انهبيتورز وبدون دخول في تفاصيل الزلجنس ممكن يتاخد كمونو ثيرابي سواء عندنا كانديكيشن في روماتويد ارثرايتس او كانديكيشن في الايكزيال سبونديلو ارثروباسيز. والمجموعه دي بالذات بتحسن البيشنت ريبورتد اوتكم بتقلل الفاتيج قوي لانها كمان بتشتغل على الانترليوكين 6 وبتقلل الليفل بتاعه. وزي ما قلنا هي ليها فوائد كتير بس لازم وانا بكتبها to put in mind the patient profile
نبعد عن العيانين الكبار اللي جالهم جلطات قبل كده، اللي عنده ضغط وسكر ومركب ستنت، ما حبكش ان العيان ده ياخد الجاك انهيبيتور. To summarize, seronegative spondyloarthropathies are a family of joint disorders that classically include ankylosing spondylitis, psoriatic arthritis, inflammatory bowel disease associated as well with reactive arthritis. The chronic inflammatory back pain is the leading symptom of the disease among the musculoskeletal manifestations. بيظهر كمان مع الباك بين البريفرال ارثرايتس الانثيسايتس والدكتيلايتس. الورلد وايد بريفالنس اوف سبونديلو ارثروباسيز مش قليل، 1.9 من 10، احنا عندنا الروماتويد 3%. سبونديلو ارثروباسيز ليها اكسترا ماسكولوسكيليتال بيردن، وبيبقى معاها كاردياكو بالمونري وسايكولوجيكال كوموربيديتيز، اند ذس امبوزز ا سبستانشال ايكونوميك بيردن بوث على الهيلث كير والسوشيال سيستمز والعيانين نفسهم. عشان كده الايرلي دايجنوزز والبروبر مانجمنت امبروف الكواليتي اوف لايف بتاع العيانين ده مهم، وتو بريفنت الراديوجرافيك بروجريشن اللي بيخلي العيان ماشي زي الروبوت. التوفاسيتينيب از الجنس وان اوف ذا جاك انهيبيتورز ذات از افكتيف في كل الدومينز بتاعه السبونديلو ارثروباسيز. دكتوره داليا وريت لنا الدومينز، انا اقدر استخدمه في الانكلوزنج، اقدر استخدمه في البريفيرال ارثرايتس، لو العيان عنده يوفيتس دكاتره الرمد بيكتبوه معانا في اليوفيتس افتر فيلير اوف تي ان اف انهيبيتورز. لو عندي سكين ما فيش مشكله لانه ابروفد فور سورايسز، وكمان في الاي بي دي، فهو الابروفلز الاف دي اي ابروفلز بتاعه الزلجنس روماتويد ارثرايتس، السورايتيك ارثرايتس، انكلوزنج سبونديلايتس، ألستيف كولايتس وبولي أرتيكولر جوفينايل أرثريتس، مع اختلاف الجرعات. طبعا احنا في الروماتويد بنستخدم الزلجنس 5 ملغرام مرتين.